رئيس الدولة بوصف رئيس الجمهورية في المادة 24 تلزمه بحماية الدستور. ولين يشوف على ان هناك مبادرات متباركة مع تدعي لانتهاك الدستور ولا يحرك ساكن والله قاعد يعود فم مؤشرات على ان فم تمالو، هذا بعد لا يعرضه وزاد للمحاكمة عقب ذا للخيانة العظمى به اللي هذا واجبه لأنه يحمي الدستور. وفي بلدان أخرى لا نعطوا على سبيل المثال النيجر اللي فيه حكومة ملتزمة بالقانون اللي قاموا وحدين ويدعوا له تزلفا يدعوا له مأمورية ثالثة للرئيس وتابعوا قضائيا ونحبسوا نحكم عليهم. هذا هو اللي يالطوي تواسل. إذن هذه هي رسالتنا لرئيس الجمهورية. رئيس الدولة يا الله يعرف على أنه مسؤول عن الحماية، حماية الدستور، ولا يقدر يسكت على المبادرات. أصحاب المبادرات، القانون يجرم أي مساس بالدستور. ولين يعود معدل الوزير والله مسؤول كبير، عقوبته هي السجن بالأعمال الشاقة. يا الله يعود أم اللي عارفين أن احنا هذو والشعب الموريتاني ندور نرفع دعوة قضائية ضد أصحاب المبادرات إذا استمروا في هذه المبادرات ويدوروا يحاكموا لا اليوم ولا الصبح به اللي هذا اللي متباركين معاه يمثل خطر كبير على الشعب الموريتاني، يهدد استقرار الشعب الموريتاني.